اشتا نعمة تسقي بلادنا وتعود بالنفع علينا وعلى ولادنا. السياقة فيها ماشي سهلة، بالأخص في البداية ديالها، حيث بسبب الزيوت اللي كتجمع الطريق كتولي كتزلق. الحضار واجب، لازم نخفضوا السرعة، لأنه كل ما كانت كبيرة كل ما المسافة ديال التوقف كتزاد. خاصنا نتأكدوا من الحالة ديال الروايد والسوي كلاس ونحضيو من الكليصال. هاد المرة خرجت جرة سلمى، ولكن ماشي ديما كتخرج جرة سلمى. فوق الشتاء نزيد ونردو البال. احكي لنا سي بالدهي على هاد الاساليب ديال التعذيب اللي اساليب اللي ما كانتش في بالك انت كنتي غادي لفرنسا انك تقرا وتعمل، يعني كتقلب على مستقبل ديالك. وبين اساليب كانت هكذا، جردوني من ملابسي وعلقوني من يدي وراء ظهري وتركوني معلقا وضعوني على طاوله، وبعد تعليقي وتكبيل يدي بزين استلوا الطاوله من تحت رجلي خلوني، تركوني ألعب في الهواء ويداي مكبلتان مع الخشب الفوق بالحبل. شاء القدر أنني فقدت ذاكرتي، لم أدرك أي شيء. يعني بهذه الأساليب ديال التعذيب فقدت ذاكرتي بعد الكثير من السياط وذا، فقدت ذاكرتي. باش كانوا كيصوتوكم؟ كانوا يصوتوني بكوريا ديال لاندروفر وعصبة ديال الجمل، كروا ديال الجمل، وفي حالات يصوتوني بالكابل، يصوتوا كل السجناء. فقدت ذاكرتي، تركوني في هذه الزنزانة التي يقع منها ثلثين داخل الأرض، حيث مضيت هن... يعني هما باغين يخرجوا منك معلومات على أساس أنك انت راه من المخابرات المغربية ولا من هذه الفترة اللي فوت فاقد الذاكرة، أنا في عالم آخر، لا أشعر أنني في سجن أو مكبل أو أحس بحر ولا. لكن لما مضت مدة تقريبا 6 أشهر أدركت أنهم يخاطبوني كأنني مجنون، وأقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم أنا لست مجنونا. ضرب صفعني واحد منهم بضربة يعني على الوجه. 6 أشهر أنت فقدت الذاكرة، ما بقيتش كتحس بهم ولا بالأعذاب ديالهم ولا بالأسف. لا أشعر كأنني قائد إنساني، كأنني شخص آخر في عالم آخر. آخر في عالم آخر، والخلاف بينهم بين شنو كتحكي شنو كيبان لك في ذاك العالم الآخر؟ هذاك العالم الآخر كيبان لي فيه ناس يصفقوا لي مستقبليني، لا إنهم هذوك الناس لونهم أخضر كلون النعناع، لهم لون كلون النعناع. أنت عايش في هذا العالم لمدة 6 أشهر؟ عشت في هذا العالم لمدة 6 أشهر والله شاهد على ما أقول. لكن بعد ما صفعني بعد المدة وصفعني الآخر الحارس، فقت من ديك استرجعت الذاكرة ديالك، ذهب هذا العالم الغيبي وأصبحت في الحاضر أحس وأشعر أنني مكبل اليدين والرجلين وملفوف في غطاء. وشكون قال لك راه غبتي لمدة 6 أشهر؟ بعد خروجي من السجن حسب تحليلاتي حددت تاريخ، يعني من تاريخ من تاريخ كذا نهار كذا المدة هكذا، وهذه 6 أشهر مجرد تقدير فقط، لكنها إما 5 إما 6 مدتها كذا اللي فوت ما فاقد الذاكرة بالنسبة لهم مجنون، وبالنسبة لي أنا أعيش في عالم آخر مرتاح كأنني شخص ذو شان. مع ذلك المعاملة ديالهم لم تتغير؟ معاملة لا، بعد هذه السنوات بعد هذه 6 أشهر يا الله سنة يبدأ الجحيم، يا الله لا يدخلوني في الجحيم. فقط أدركوا أنني فقط، ذهبوا بي علقوني وقفوني على الجمر. احكي لنا سي أخبار الجمر في البداية شنو واش عاوتاني قالوا لك بأنك خصك تعاود تحكي؟ علقوني شحال مرة خصك تحكي؟ شحال مرة حكيتي؟ مئات المرات، آلاف المرات، لا أذكر، لكنهم مئات المرات، كل مرة يذهبوا بك
لأنه هذه مدة 5 سنوات اللي مكبل يديني والرجليني في الغار هذه كلها كانت استنطاق، يغيب عنك 2-3-4 سيمانة أسبوع ويعود لك للجلد ليذهبوا بك، ستبقى تحت السياط وتهبط يسألوك تقول الحق وتقول الكذب وتقول كل شيء وهكذا. لأنني لما يسولوني عن الجيش فأنا كنت جنديا، أعرف الأسلحة، أعرف طرق الجيش كلها، ويسيبوني عسكري. لكن لما يذهبوا بي إلى ما يريدون أنني واحد من لاتجاد أو لاديستي أو ليرجي يجبروني ما عندي والو. تفتيك الساعة قاع ما عارف هذه الأسماء، أنا هذه الأسماء قاع غريبة أنني ما نعرف شنو المعنى ديالهم ولا يعملهم، وهذا هو الحق. هما باغين يردوك صحارك من الصحة، لكن ما جبروها. التعذيب أمروا علي بتكتيف يدي مع رجلي بهذه الوضعية، بعض الأحيان سأبقى لمدة بهذه الوضعية، بعض الأحيان سأبقى لمدة 24 ساعة هكذا. يعني كنت نعزل على بطنك، وجهك يحفر في الأرض، ويداك مكبلتان مع رجليك وراء ظهرك، والحياة لمدة 5 سنوات. غادي نخليو القصة تحكي لنا واش هادو رسمتيهم من بعد العودة ديالكم. هادو بعد عودتي، لأن هذا بركان مشتعل في داخلي. لقد حاولت أن أنسى وأحاول ولازلت أحاول وسأنسى إن شاء الله، إن شاء الله بفضل الله. أرتاح حينما أحكي وأجد من يستمع إلى الحقيقة. يعني من بعد ديك 6 شهور فاش ضربك يعني ذاك الحارس، استرجعتي الذاكرة ديالك وليتي عرفتي شنو واقع؟ عرفت أنني مكتف وأنني في الغار وأنني يعني هاك يعني رجعني. كنت عريان، لقيتي راسك كنت عريان غير عريان غير من الغطاء ملفوف فيه. ذاك الغطاء دوستي فيه 6 شهور، ديك المده كلها. لما ادركت الوعي، ادركت الوعي ملفوف في غطاء ومكتف اليدين والرجلين والابراز معي في القطاع هذا. يعني ذاك الحاجه ديالك كتقضيها وسط سميتو بالبراز بالبول وبكل شيء. والله شاهد علي. خرجوني، عادوا بي الى قبل ما تنطلق في هذه المساله. هذا سي بالدهي، كيف كان الاحساس ديالك فاش لقيتي راسك في ديك الحاله؟ الاحساس ديالي صافي، يعني صافي بديت ننتظر الموت مع براءتي. لقيتي جروح في الذات ديالك وكذا؟ الجروح وكل شيء، لا يبدا يحرقوني بالنار، دريك يبدا الحريق بالنار، يبدا كل شيء يبدا من بعد هذه المده. عادوا بي الى العلاقه، علقوني، ضربوني بالسياط، يعلقوني لمده 3 سوايع أو 4 سوايع، ولما نطيح نجي مكوفر يرفدوني جوج. كتغيب فاش كنغيب في هذيك اللحظه اللي كنطيح فيها، وكنبقى نغوت حتى ذاك نطيح. ملي نطيح جوج جلسوني، يرفدوني 2، ما بقاش نقدر نوقف بوحدي، هزوني 2 حطوني حدا هو حدا مبير كل خوني، بدا يسولني لاش صيفطوك المخابرات، لاش هذه لاش هذه. كنقول له ودي المخابرات انا ما صيفطوني هذه، كيرجعني عاود. كنبدا نكذب عليه ما يتقبلها. بعض الاحيان يقبضوني، يخرجوني من الغار، ينزعوا الكتاف عن رجلي، ويخرج الحارس يصوتني وانا مغمبر العينين، يوجهني للحائط اضربه بذيك السرعه. حينها يضربني واحد الفلاش، واحد البرق نحس به، يعني كنت مغطي العينين وكيبدا يضربك ويصوتني، موجهني الحائط جدار. انت ما عارفش باللي كاين؟ ما عارفش، لانني مغطي. كنبقى نجري حتى كنضرب الجدار. ملي نضرب الجدار كيجيني واحد الفلاش، واحد بحال البرق غير في مخك، كنطيح. يبقى يصوتني حتى نوقف، دورني بحال هاك ليتلفني عن الطريق. ثم يوجهني اليهم، فاجدهم في ساحه وسط بيت دايرين فيه واحدة سراق، دايرين فيه الجمر حاطينه، يعني شي مساحة رشين فيها الجمر. وانا حافي الرجلين، لما نوطع على الجمرة الاولى نرفد رجلين، حط الرجل الاخرى كنبدا نشطح على الجمر. هما يبقاو يضحكوا، واحد يقول للاخر يقول له استيس نوسترو تياترو، هذا هو مسرحنا في هذا الخلاء. هما كيهضروا بالاسبانية، البعض منهم يقولوا استيس نوسترو تياترو في نيست دي سيرتو،
يقولوا لي هذا هو مسرحنا في هذا الخلاء، وابقى بذلك حتى بذيك الطريقه حتى اسقط. لما اسقط اسقط كذلك على الجمر، بعدها يخرجوني ويجلسوني عند رجليهم، عند رجليهم عند نعايلهم، نقولوا احنا عند النعايل، يبداو يسولوني. منين يمشوا معايا في قصه حياتي نحكي لهم قصه حياتي الحقيقه، منين يجوا معايا لاخبار الجيش احكي لهم اخبار الجيش، لانني كنت جنديا، عرفوا الاسلحه، عرفوا كل شيء عن الجيش. لكن لما يعودوا لمبتقاهم لا اجدوا ما اقوله، وهناك يغضبون علي ويعودوا بي للمعلقه الى التعذيب بما فيه انهم يقبضوا قطبان ويوضعوهم في المجمر وخلوهم يلين يولوا حمر شادينهم بحال العصا، ويرفدها وانا معلق ويطرحهم لي على يدي، الذين لا زالت اثارهم باديه على جسدي. ثم يطفو اعقاب السجائر في مؤخرتي ونكلوا به الى هذه الدرجه، الى هذه الدرجه واكثر. يعني نكلوا به، ما كنتش لابس والو ديك الساعه، انت عريان و... كنت غير في الشرط، جايبني غير في الشرط وحرقوا لي بالنار، ويقولوا لي انت لن ترى كيكميو يطفيو فيهم لي كميل قار وهوقر، ومين يكمل منه يطفي لي في مؤخرتي، وفيهم اللي عنده طوبه من الحديد ديال مونيجا ينتر حتى تسخن ويطرح لي على زر حرقفتي او منطقه من جسمي هكذا، والله شاهد على ما اقول. انا لا اريد اي شيء الا التحقيق في الحقيقه، وهذا ما وقع لكثير من هذا السجناء اللي كانوا موجودين هون، ومنهم هناك عشرات لا زالت هذه الاثار على اجسادهم. بعد مده 5 سنوات شاء القدر ان اخباري، وهذه هي الصوره، وهذه هي اثار التعذيب، هذه هي اثار التعذيب التي على جسدي.